النهاردة بتمر ذكرى ميلاد الإعلامي الراحل الأستاذ وائل الإبراشي، رائد الصحافة التلفزيونية وصاحب مشوار طويل حافل بالعديد من التغطيات الخاصة للأحداث، بجانب طبعا التميز في الأداء الإعلامي وتقديم شكل جديد في صحافة المواجهة والصحافة التلفزيونية. أستاذ وائل الإبراشي قدر إن هو يعمل لنفسه كده طريقة خاصة في طرح القضايا وتحليل الأحداث وكمان استضافة كافة المشاهير في المجتمع المصري والعربي. كل يوم بنكون معاكم مسنودين على حكايات الناس، هما اللي بيدونا طاقة النجاح، هما البوصلة اللي بتقودنا. الناس هي اللي بتحدد اللي بنقدمه، الأخبار، الموضوعات، بنقول لهم على حقوقهم وبنساندهم في بحثهم عن لقمة العيش. المواطن هو البطل اللي صوته طالع من شاشتنا وبيسمعه الجميع. تحل اليوم ذكرى ميلاد الإعلامي الكبير الراحل وائل الإبراشي، الذي يعد أحد أهم الإعلاميين في الوطن العربي، وقدم مشواراً طويلاً حافلاً بالتغطيات الخاصة للأحداث السياسية والاقتصادية، كما أنه سجل باسمه أكثر من سبق صحفي. أنت اللي بتختار إما أن تكون بطلاً أو خائناً، ناجحاً أو فاشلاً، نقياً أو فاسداً. تمكن وائل الإبراشي على مدار سنوات عمله من أن يصبح أحد أهم مقدمي البرامج الحوارية، حيث أجرى مئات الحوارات مع عدد كبير من المسؤولين ونجوم الفن والرياضة. ولد وائل الإبراشي في 26 من أكتوبر عام 1963 في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وعمل صحفياً بجريدة روز اليوسف، بعدها بجريدة صوت الأمة، حتى أصبح رئيس تحريرها. مصر بلا عشوائيات أهم مشروع إنساني واجتماعي ربما شهدته مصر في العقود الخمسة الماضية. أنهى الإبراشي مسيرته بالعمل في الإعلام، حيث كان يقدم برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية، بعد أن قدم لمدة عام تقريباً برنامج كل يوم، ومن قبله قدم برنامج العاشرة مساء، وأيضاً برنامج الحقيقة الذي يعد بدايته في مشواره الإعلامي عام 2010. مشاهدينا نحييكم من جديد في التاسعة مساء. توفي وائل الإبراشي يوم الأحد 9 يناير عام 2022 عن عمر ناهز 58 عاماً، بعد صراع مع المرض نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد. التلفزيون ده تلفزيون الناس، تلفزيون الشعب. احنا مش محتاجين نخبط على الابواب، لان مفيش بيت في مصر مش بيتنا.